بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وأفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقات السابقة نستتبع في سلسلة دعاوى الأسرة، وذكرنا في حلقاتنا الدعاوى الزوجية ودعاوى ما بعد الطلاق وحلقات سلسلة من حلقات التطليق. واليوم إن شاء الله هنتناول موضوع في منتهى الخطورة ومهم جدا، ألا وهو النسب، دعوى النسب اللي هو إثبات نسب الطفل. وهنتناول الدعوى بكل تفاصيلها الشرعية والقانونية وممن ترفع وعلى من ترفع. وسنبدأ حديثنا في هذه الدعوى عن نص المادة 15 من القانون 185، وطبعا كل دعاوى الأسرة بتدور في محيط هذا القانون المعدل للقانون 2926. وبنقول فيها المادة 15 بتقول: لا تكون دعوى النسب إلا بين زوجين حقيقيين، أي زوجة دخل بها زوجها وحملت منه وأنجبت على فراش الزوجية، زواج طبيعي. معنى المادة أن زواج طبيعي اللي احنا عارفينه بين شخصين وأنجبوا على فراش الزوجية أطفال، هم دول اللي يتم إثبات النسب لهم. أي لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم طلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. يعني واحدة اتجوزت واحد وما عشروش بعض من يوم ما اتجوزوا بقالهم سنة، زي مثلا عقد قرانه وقام مسافر وما رجعش، وفجأة لها والدة جابته منين؟ ما إذا كانش في لقاء بينهم أصلا يبقى جابت ده منين؟ فلا تسمع الدعوة في الحالة دي اللي هي بنقول فيها ايه؟ عند الإنكار النسب. طبعا أكيد الزوج اللي ما دخلش بزوجته أصلا هيبقى الطفل جه منين؟ فهيبقى مش هيعترف بالنسب بتاعه وهينكره. هام جدا اللي أنا هقوله ده، إن الولد للمطلقة أو الأرملة اللي أنجبته بعد سنة من الطلاق أو وفاة زوجها لا تسمع لها دعوى نسب. واحدة طلقة جوزها وبقى سنة وخلف الطفل بعد سنة وعايزة تنسبه للمطلق على انه ابوه. واحدة جوزها توفى بقى سنة وبعد سنة من وفاته خلف الطفل وعايزة تنسبه لزوجها المتوفي. لا في الحالة دي تنفع ولا في الحالة دي تنفع. لا تسمع دعوى نسب في حالة في الحالة دي ولا في الحالة دي. في حالة المطلقة اللي عدى عليها سنة على الطلاق او الارملة اللي عدى عليها سنة على وفاة زوجها، لان ما فيش حمل مدة سنة. كذلك لا تسمع نسب دعوى النسب لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج، زي برضو حالة الطلاق وحالة الوفاة، هي مدة السنة. عايزين نركز في الجزئية دي. لا تسمع دعوى السنة، لا تسمع دعوى النسب عن مرور سنة على الطلاق او الوفاة او الغيبة. اذا مرت سنة على الطلاق او الوفاة او الغيبة وانجبت الزوجة طفل في حالة طلقها بعد سنة من طلقها او بعد غياب جوزها سنة او بعد غيبته سنة، يعني بعد وفاة زوجها بسنة او بعد غيبته بسنة، لا تسمع دعوى نسب لها في الحالة دي، لان مفيش حمل مدة السنة ابدا. فوفقا للاحكام الشرعية والاسلامية ولما استقرت وتواترت عليه احكام محكمة النقض، انه نسب المولود يثبت بالفراش والزواج الصحيح وما لحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبه ذلك. وبذلك فإن الزنا لا يثبت نسبا. اللي احنا بنقوله دي قواعد ما فيهاش جدال ولا اجتهاد. الزنا لا يثبت نسبا. وأساس ذلك
هو أن ولادة المطلقة أو الزوجة في زمن لا يقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج وهي أقل مدة حمل، وذلك لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقول الله تعالى: وفصاله في عامين. دي عملية حسابية بسيطة، 30 شهر يعني 2 سنين رضاع ومعهم 6 أشهر، 2 سنين رضاع 24 شهر، يبقى فاضل 6 أشهر، يبقى أقل مدة حمل تحصل هي إيه؟ 6 أشهر. عملية حسابية في منتهى البساطة، الرضاعة 2 سنين 24 شهر، ويبقى فاضل من 30 شهر اللي نصت عليهم الآية الكريمة 6 أشهر، هي مدة الحمل، أقل مدة حمل تحصل 6 أشهر، لأن المعروف الحمل الطبيعي 9 أشهر، وإذا كان هناك طارئ بيبقى 7 أشهر، إنما أقل من كده، أقل من 6 أشهر بكل الحسابات ما يبقاش طبيعي، يبقى هناك في الأمر شيء. يبقى عندناش اجتهاد مع وجود النص، احنا زي ما اتعلمنا وبنقول لا اجتهاد مع وجود النص، والآية الكريمة قالت واحنا قلناها. وقد ثبت بحالات عديدة في المحاكم في قضايا النسب عدم نسب المولود إلى من تدعي الأم أو الزوجة على زوجها أو من تدعي عليه ذلك. يعني واحدة بترفع دعوى نسب على واحد سواء كان مطلق أو بترفعها على ورثة زوجها المتوفي أو على الزوج الغايب أو من ينوب عنه، في كلتا الحالات لو عدت سنة على الحالات دي مش من حقها وما بيثبتش النسب. فإذا كان الطفل قد ولد لأقل من المدة الشرعية السابق ذكرها لا ينسب إلى أي من مما ذكرت، لا المطلق ولا الأرمل ولا الغايب، فلا ينسب إليه، حيث أن المفروض أن تكون العلاقة قائمة قبل الزواج. يعني لما نقول إن هي ولدت على 4 أشهر أو 5 أشهر، يبقى المفروض إن هي في علاقة تانية أو العلاقة مع زوجها مثلا قبل الزواج عشان تحسب 6 أشهر على الأقل مدة الحمل اللي احنا لسه حاسبينه من شوية. والمقرش الزوج بعلاقته بالزوجة لو كانت على علاقة بيه قبل الزواج ومقرش بهذه العلاقة ما تقدرش تثبت النسب له، حيث يكون العلوق سابق على النكاح الشرعي، أي تكون حامل قبل الزواج مما تنسب إليه المولود. يعني إيه؟ يعني هي على علاقة بالفراش معاه قبل الزواج الفعلي اللي هو مقرر في الورق. برضو في كل الحالات دي لا ينسب الطفل إلى الزوج أو إلى الشخص التي تدعي عليه الزوج أو الامرأة التي تضع مولودها. إذن أصبح لدينا جزئية بسيطة عن أطراف الدعوة اللي هي زي ما قلنا في بدايتها، مين اللي هيرفعها وعلى مين وليه وإزاي وأسبابها إيه. هي بترفع من الزوجة التي ترغب في إثبات نسب طفلها أو من ينوب عنها أو من يخلفها أو يولي عليها أو الوصي عليها حسب الأحوال. وفي حالة وفاتها يكون كل من تثبت له الصفة أو المصلحة من ورثتها حسب الإعلام الشرعي أن يرفع الدعوة لإثبات النسب. يعني الزوجة اللي وضعت الطفل أو الامرأة اللي وضعت الطفل لا حق رفع الدعوة. نفرض انها توفت، يبقى الورثه بتوعها لهم حق رفع الدعوه، او اذا كانت قاصر الوصي عليها، او اذا كانت لم تبلغ سن الرشد يبقى الولي الشرع عليها. كل هذه الامور امور بينظمها القانون في كل انواع الدعاوى والقوانين.
كذلك احنا قلنا على المدعية بقى الزوجة ايه؟ ترفع على مين بقى المدعى عليه؟ على من ترغب الزوجة في اثبات نسب المولود اليه بادعاء ابوته له. وذلك حسب نفس ظروف الاحوال المرتبطة باهليته بالوالد الطبيعي عليه او الوصى عليه او القيم عليه في حالة فقد اهليته او ورثته الشرعيين في حالة وفاته. يعني عليه هو شخصيا اذا كان سليم ومعافى، واذا كان فقد الاهلية يبقى على القيم عليه، واذا كان لم يبلغ سن الرشد يبقى ترفع على الولي الطبيعي عليه، واذا كان قاصر ترفع على الوصي عليه. امور قانونية بسيطة في كل انواع الدعاوى، هي نفس الدعوة بنفس الطريق. وبذلك ترفع الدعوة لإثبات نسب المولود وفق ما شرحنا زي ما قلنا، ووفق القواعد الثابتة في دعاوى الأسرة، وكما سبق أن قررناها وعدناها في عديد من الدعاوى. راجعوا الحلقات السابقة عشان ما نعدش ونضيع الوقت فيها بأسلوب رفع الدعوة إزاي، بدءا من تقديم طلب تسوية الأسرة إلى مكتب تسوية الأسرة في المحكمة المختصة في دائرة الزوجة أو الأم اللي تريد رفع دعوى النسب. وبتبتدي الدعوة بمكتب تسوية الأسرة زي ما قلت، راجعوا زي ما قلنا قبل كده. صحيفة الدعوة بيبقى شكلها إيه؟ المدعية أم المولود اللي هي عايزة تثبت النسب، أو زي ما قلت من شوية من ينوب عنها بالطريق القانوني اللي احنا شرحناه. المدعى عليه اللي هو الشخص اللي بترغب في اثبات نسب الطفل اليه، سواء كان ابوه او اي شخص اخر، اذا كان هو او من يكون وصى عليه او ولي شرع عليه او قيم عليه حسب الاحوال اللي شرحتها برضه. واعلنت بالاتي، وبتبتدي شرح موضوع الدعوه، وهي بتبتدي شرح العلاقه الزوجيه والعلاقه الزوجيه ومن تبها، هل طلقت، هل توفى عنها زوجها، هل زوجها غاب ومده غيابه قد ايه، وكل هذه التفاصيل بتذكرها في صحيفه الدعوه. وما تنساش حافظه مستندات ترفق بصحيفه الدعوه او ترفق بملف الدعوه زي ما انا قلت في كل الدعاوى، عشان من الجائز جدا المحكمه تحجز الدعوه للحكم او الجلسه لو حضر الطرفين، فيبقى في الحاله دي لازم اقدم ملف الدعوه جاهز. بنرفق في ملف الدعوه حافظه مستندات تحوي وثيقه الزواج والحاله التي هي عليها الان حال رفع الدعوه، هل هي مطلقه او ارمله تقوم تقدم وثيقه الطلاق او شهاده الوفاه او ما يثبت غياب الزوج في حسب الاحوال، والمده التي طلقت فيها او توفى عنها زوجها او غاب عنها، عشان تثبت ان حملها حمل طبيعي وفي خلال المدة الشرعية والقانونية عشان تكون دعواها مقبولة نسبا. وطبعا الحافظة دي ما تنساش ان هيبقى على وش الحافظة اول حاجة شهادة تسوية الاسرة اللي صادرة من مكتب تسوية الاسرة، لان دي شرط اساسي لقبول الدعوة امام المحكمة. كده يبقى ملف القضية جاهز. واذا كانت الدعوة وفق ما رسمه القانون زي ما شرحت كده، هيظهر لها حكم باثبات نسب الطفل، وتبتدي تستخرج الحكم وتتخذ الاجراءات مع المحضرين والسجل المدني او وساطة الاحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد له، والكلام ده حسب الاحوال. وطبعا يعني هي يعني برضو بتشرح صحيفة الدعوة كده، تلمح لها اللي بيكتب الصحيفة كده يلمح هو رافض ليه يثبت الطفل نسب الطفل له، المدعي عليه اللي انا برفع عليه الدعوة رفض ليه من الاول انه ينسب الطفل له او انه يؤيد الطفل باسم، عشان اوضح للمحكمة الاسباب اللي انا برفع بها الدعوة. وطبعا انتهينا بالطلبات، وتنتهي بطلب اثبات نسب الطفل الى المدعى عليه فلان الفلاني مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وطبعا المحكمة حسب ظروف كل دعاوى الاسرة بتبحثها وتفحصها وتشوف مستنداتها، واذا احتاج الامر
أمر من الأمور في هذه الدعوة إلى الإحالة للطب الشرعي للتواصل مع أي جهة فنية لتضع تقرير بشأن الطفل زي التحليل الدي ان ايه زي اي شيء من هذا القبيل، طبعا المحكمه لها ان تجري ما تشاء في سبيل تحقيق الدعوه للوصول الى الحقيقه حتى يصل حكم المحكمه الى عنوان الحقيقه. ليه؟ لان هو دور الفعال للقضاء هو تقريب الحقيقه الواقعيه من الحقيقه القانونيه. ازاي يعني تبقى الحقيقه الواقعيه هي والحقيقه القانونيه واحد، كأن الإنسان عمل التصرف مطابق للقانون، وهو ده الدور القضائي الفعال. وبعد استيفاء ذلك واستكمال المحكمة استدلالها وتكوين عقيدتها تحكم بما تراه مناسبا في الدعوة، وطبعا يا إما بالقبول يا إما بالرفض. وطبعا الدعوة دي سواء كان الحكم بالقبول ضد شخص معين المدعى عليه، من حقه يستأنف الحكم في خلال 40 يوم من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضر الدعوة، أو من تاريخ في خلال 40 يوم من تاريخ إعلانه بالحكم إذا كان لم يحضر الدعوة. والمدعية أيضا لها نفس الحق، إذا صدر حكم برفض الدعوة لها أن تستأنف الحكم في خلال 40 يوم، بس دي من تاريخ صدوره محدش هيعلنها، لأن هي المدعية وهي الأحرص على دعواها وكانت حاضرة الجلسة، لأن لو ما حضرتش الجلسة كانت الدعوة اتشطبت. يبقى لها 40 يوم من تاريخ صدور الحكم انها تستأنف. انما المدعى عليه له حالتين اتنين، اذا كان الحكم صادر في غيبته ما حضرش يبقى بيعلن بالحكم اللي صدر ضده، وفي خلال 40 يوم من تاريخ العلم اليقيني واعلانه بالحكم له يستأنف. والحالة التانية اذا كان حاضر له 40 يوم من تاريخ الحكم زيه زي المدعية ان هو يستأنف. ده الطريق القانوني في دعوة اثبات النسب. وبذلك اعزائي نكون قد تناولنا دعوى إثبات النسب بكل عناصره، ولأن إجراءات دعوى الأسرة كلها نشير إلى كلها واحدة تقريبا أو متشابهة، نشير إلى ضرورة مراجعة حلقاتنا السابقة الخاصة بشؤون الأسرة.